والله مزبوطين كلهم هون على العدد مثل ما انك شايفه، ما في اي ناقص بانا خانو. ماشي مؤيد، اسفه. يلا خلينا نرتاح وناكل شي شغله. يسلموا، بس تارك الشباب لحالهم، بدي خلص شغل وروح بسرعه. بيعرفوا انه عندك شغل؟ ايه، بس جميله داخلها، بعد شوي بدي اخذ استراحه منشان روح شوفها. واو، لو تعرف قديش تأثرت. لو سمحت ممكن تقلي وين بلاقي لمؤيد؟ عفوا، مين مؤيد؟ طيب وين صايره غرفة التنظيم؟ هنيك ببناء النادي. شكرا. انت وجميلة علاقتكم جدية فعلا؟ طبعا، ورح نخطب بس اتخرج. ليش؟ يعني برأيك ليش الناس بيخطبوا بعضهم؟ بعرف، بس ليش لحتى تخطب هاي البنت تحديدا؟ أهلك اختاروا لك إياها؟ لا، لأنه بحبها كتير. اف مؤيد، لا تحكي هيك، أكيد أنت بدك تتزوجها مشان تخبي غلطتك معها. شو هاد اللي عم تقولي؟ رح أتزوجها لأني بحبها. يلا قول هي لأمي. بدي أسألك سؤال. جميلة قالت لي إنك ما عم تعامليها منيح، لشو هيك عم تساوي فيها؟ يعني أنت برأيك ليش؟ حاجتك بقى، قصدك أنا وأنتي؟ مستحيل يصير هالشي. ما في شيء اسمه مستحيل. وقفي يا مجنونة، شو عم بتساوي؟ اتركني، اعمل لك اتركني. امسكي اعصابك يا بنت. اتركني مهند، اعمل لك اتركني. لك امشي. اعمل لك اتركني. كنتي عم بتحذريني وهلا انت جاي تعملي مشكلة. بدك يعني اسكت بعد ما شفته معها؟ أنا مستحيل أقدر أسكت بعد اللي شفته هلأ بعيوني. تعي لهون جميلة، هدول رفقات وما في شي بيناتهم، فهمتي؟ لا تعملي شي بزعل مؤيد. شفتها لك، شفته بعيوني عم تتحرش فيه. طبعاً الأجنب عم يعطيها وشه وما عم يمنعها. لنفترض أنه اللي شفتيه كان مزبوط، ما بيصير تتعاملي مع الموضوع هيك. كسر البلور ما بيحل المشكلة، لازم تروحي وتحكي معه بكل هدوء. إذا في شي مشكلة بتقعدوا وبتحلوها. لشو كل هالبكة؟ الله لا يسامحها. جميلة لا تبكي، جميلة خلصنا بقى، طلعي فيه خلصنا، لا تبكي، بكفي بكي، ما في داعي تغاري من هديك البنت بنوب. صدقيني انتي احلى منا بكتير. ومؤيد بحبك.
جميلة جميلة وقفي، تعي لهون، تركني اهدي شوي، تركني اهدي اهدي مهند، عمل لك تركني مشان الله. خلاص اهدي ووطي صوتك شوي بلا ما تصرخي وتفضحينا بين الناس. تركني. شو رأيك نمشي بقى؟ ليش ما بتتصل بجميلة حتى تجي لهون؟ لا أعمل يلي بتشوفه مناسب. طبعاً اللي بشوفه. رح تمر على أوضتك؟ ضروري غير ثيابي. لكن منطلع سوا لأني أنا كمان خلصت شغلي. طيب لكن يلا قومي. شكراً لكم شباب، تعبتوا معنا، يلا.